أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة حرص مملكة البحرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج أجندة 2030 الدولية في خططها التنموية. يأتي ذلك تزامناً مع تقديم المملكة للرسالة الرئيسية ضمن إعدادها للاستعراض الوطني الطوعي الثاني حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمزمع تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في شهر يوليو المقبل. وبينت الرسالة الرئيسية أن مملكة البحرين رسخت مفاهيم التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما رسمت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكافة أفرادها، كما جعلت من الاستدامة محورا من محاورها الثلاث. وتماشت الرسالة الرئيسية مع عنوان المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023، وهو تسريع وتيرة التعافي من جائحة فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أشارت إلى توثيق الأمم المتحدة لتجربة مملكة البحرين الناجحة في التصدي لجائحة كورونا التي حدت من التبعات الصحية الجسيمة وحافظت على الحراك الاقتصادي والاجتماعي. كما ألقت الرسائل الرئيسية الضوء على أبرز التحديات التي طرحها الاستعراض الوطني الطوعي الأول في عام 2018، ومنها التحديات البيئية، حيث أعلنت المملكة في هذا الشأن استهداف البحرين لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060.